نرجع لكم مشاهدينا بعد هذا الزي أو تصميم الحج. وطبعا أنا قلت لكم أنه أول موضوع لنا اليوم هو موضوع اليوسيماس. الحقيقة عشان بس أعرفكم إيش اللي حصل معايا، يمكن الموضوع هذا دورت عليه لفترة كبيرة. بدأ الموضوع بالوالد الله يجزاه خير، سألني وقال لي قدمت الميار في اليوسيماس، ميار هذه بنتي. فقلت له إيش هو اليوسيماس؟ قال لي معقولة ما تعرف إيش هو اليوسيماس؟ فقلت له لا والله عمري ما سمعت عنه، يعني ما اعرف ايش هو اليوسيماس. فطبعا المشكله مو مجرد انه انا بس ام مهمله وما براعي بنتي واحاول انه انا اطور تفكيرها وقدراتها الذهنيه والعقليه، لا انا كمان ما عندي اي ثقافه، ماني عارفه ايش هو اليوسيماس. بس اعتقد انه بعد الاستطلاع اللي هنسويه او اللي سويناه بالفعل اللي راح نشوفه معاكم الان، عدد كبير من الامهات ومن الاباء اكيد ما عندهم فكره عن اليوسيماس. نتابع معاكم ونرجع لموضوعنا، برنامج تعليم الحساب بطريقه اليوسيماس. تحية طيبة عزيزي المشاهد. يحقق برنامج اليوسيماس النبوغ لدى الأطفال من خلال تقنية جديدة تعتمد على تنمية قدراتهم الذهنية والحسابية. موضوع شيق، حناخذ استطلاع حول هذا الموضوع، فتابعونا وابقوا معنا. المهندس يوسف الشربيني، البرنامج هو عبارة عن جهاز ناطق وصورة يعلم الطفل طريقة الحساب، ينمي طبعا الذكاء عند الطفل ويساعده على كثير امور من يعني الامور الحسابيه. العفو. معاكم ابراهيم عبد الهادي موسى، خريج كليه هندسه شبكات اتصالات. طبعا والله الواحد يعني يفرح لما يشوف يعني اشياء جديده مع تطور العالم، وصار العالم قريه واحده. يعني نبغى جيل جديد، نبغى نتحدى الغرب، فكيف يعني ان شاء الله مع الاختراعات ومع الاشياء الجديده اللي بتطلع وحسب البرنامج هذا الجديد اللي هو بيعلم الطفل وهو في 4 سنوات او 3 سنوات او 5 سنوات على حسب ما يعني ما البرنامج بيمشي، بينمي الخلايا لدى الطفل وبالتالي ما بيواجه صعوبات في المراحل الدراسيه. وطبعا اكثر شباب اليوم يعني صار في الشارع او على الارصفه بسبب حاجة واحدة، إنه في الأساس ما تكون صح. لما تكون عندنا خيمة بدون عمود ما تستقيم الخيمة، فبعد كده الناس بتلوم على الإنسان. لكن إن شاء الله مع الشيء هذا يعني الطفل بيتنمى خلاياه وهو صغير وبيتنمى التفكير لده وبيعرف، وإن شاء الله يعني نخرج جيل كله مهندسين وأطباء ودكاترة، وإن شاء الله يعني نحاول نعمر ونصير أحسن من الغرب بكتير. السلام عليكم، اسمي ربيع. بالنسبة للبرنامج اللي تفضلتوا فيه، كتير برنامج مرن وبيساعد كتير الأولاد على تقبل الرياضيات بشكل كتير مبسط، وهيك بيساعدهم لما بيجوا على البيت بيكون تقريبا نص الهوم ورك كامل خالص وشي كتير منيح. شكرا. يعني طلال الحربي، اليوسيماس هو برنامج يعلم الأطفال الرياضيات، وهو برنامج جيد يسهل عملية القراءة والكتابة لهم، وهو برنامج صراحة نحث جميع الناس انهم يستخدمونه لانه برنامج جيد. وحقيقة انا عندي الاطفال في البيت يستخدمونه. حمود القحطاني، برنامج كويس ممتاز، يعلم الاطفال كيف الحساب الرياضيات ويعلمهم كيف يتحاسبون، اساس يعني ما يدخل المدرسة الا هو عارف، بغض النظر من المدرسة. يعني الطفل من البداية يعلم من البداية افضل من انه يتعلم يعني بعد ما يكبر. والبرنامج كويس وممتاز، وإن شاء الله بالتوفيق إنه ينزل عندنا ويتعلموا من أطفالنا. هو مشروع كويس للطفل، ينشأ في دول كبار مثل الصين ومصر، ما شاء الله عليهم يعني جابوا الفكرة دي، وهو يعني لو يطبق داخل السعودية كأسرع يفهم الطفل الرياضيات بشكل سريع. بس ايش تعرف عن الجهاز؟ هل هو جهاز او هو برنامج بيستخدم؟ لا، هو آلة خشبية فيها زي الحبات الخرز، في حالة تعليمية يستخدمها الطفل بشكل طبيعي، يتعلم يمكن في حال شهرين يتعلم، يصير له رياضيات شيء مرح وشيء ممتاز يعرف يستخدمه. هو شيء كويس يعلم الطالب من الصغر رياضيات يحبها. نواف صالح الحميدان، والله البرنامج هذا شفته أنا بالنت وعجبني، وهو لسه ما نزل بالمملكة، وشفته أنا مصر
يعني برنامج حلو يعلم الأطفال الرياضيات بسهولة ودقة، برنامج مرة رائع. شكرا. بالنسبة لبرنامج يوسي ماس برنامج مميز ويعلم الأطفال عمليات حسابية للرياضيات بصورة مبسطة وسهلة وسلسة يعني. عفوا. والله فكرة البرنامج إنه هو بيسهل عملية الحساب لدى الأطفال وياريت يكون فيه جديد أكثر وأكثر وإحنا نكون مبسوطين يعني بالنسبة للقواعد الجديدة دي والتطورات الكويسة دي، ودي حاجات كويسة يعني، فياريت يعني يكون في دعم لها أكثر وفي لها حاجات كثيرة يعني كويسة يعني، وشيء يكون مبسوط لنا يعني الأجيال الجديدة وأجيال حلوة تكون يعني إيه إن شاء الله تطلع في علم مزدهر إن شاء الله وحاجات يعني تكون كويسة بأمر الله. حياك الله. أصبح العلم في متناول الجميع بشكل سهل ومرح وخاصة لدى الأطفال. لكم مني أنا ريما أرق وأجمل تحية ومع السلامة. شكرا زميلتنا ريما، ولو ان هي الان موجوده معنا في الاستوديو بس طبعا خلف الكاميرا، قلت لها ما شاء الله كل اللي في الاستطلاع عارفين ايش هو اليوسي ماس. قالت لي صراحه لا، ولا واحد كان عارف اليوسي ماس. انا كل ما اسال واحد اقول له تعرف ايش هو اليوسي ماس يقول لي لا، فاقول له طب قول الكلام هذا على الكاميرا، الكل رفض انه يطلع قدام الكاميرا يقول انه هو ما يعرف اليوسي ماس. قالت لي في كل هذول ما كان في غير شخص واحد بس هو اللي ما يعرف اليوسي ماس، عشان بس نوضح المعلومه، يعني مو انا الحالي اللي ما كنت ادري عن اليوسي ماس. شكرا لك يا ريم وشكرا ان انت لقنتيهم قبل التقرير، وهذا نوع من ما راح اقول يلا ما علينا، المهم انه موضوعنا اليوم مساعده يلا خلينا نقول مساعده. موضوعنا لليوم هو تعليم الاطفال الحساب بطريقه اليوسي ماس، وهي طريقه ماليزيه قديمه. يسعدنا ان يكون معنا عدد من الاطفال موجودين معنا في الاستوديو اليوم مع مدربتهم الاستاذه شذا رجب. اهلا ومرحبا فيك استاذه شذا. اهلا بك. ونرحب كمان بأحبائنا الأطفال معانا. أول حاجة معانا ربا دانا الخربوشي وربا تونسي، ومعانا كمان سليمان هارون علي رضا وغالية طيب ومحمد كعكي. كده هذه الأسماء بالترتيب صح؟ طيب نبدأ معاك يا سادة شذا. طبعا أنا بحثت فترة طويلة جدا لمدة أقول لك 5 شهور ألين وصلت لمكانكم في جدة، وعرفت الحمد لله أنه أخيرا عندنا مكان أو عندنا معهد ومركز بيقدم تدريب اليوسي ماس. نعرف المشاهدين في البداية إيش هو اليوسي ماس؟ اليوسي ماس هو عبارة عن برنامج ذهني بيعلمهم الرياضيات، الحساب، كل أنواع الحساب، يعني بيبدأ من الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، للجذور التكعيبية والتربيعية. ممتاز. فالطفل إن شاء الله مع المستويات المتقدمة بيستغني عن الآلة الحاسبة الكالكليتر، بيقوي الذاكرة عنده، يعني ما بيصير زينا إحنا كنا دائما كل شيء في الجوال ونحسب والكالكليتر. إن شاء الله الأطفال يعني الأجيال الجاية ما حتستخدم الشيء ده بإذن الله. يعني إذا بتقولي لي إن هم ممكن يعملوا عمليات حسابية معقدة بدون الآلة الحاسبة، بدون ورقة وقلم؟ طبعا. الشيء أكيد؟ طبعا أكيد. هنتأكد منه يعني، رح نتأكد في البرنامج. طيب حابين نعرف جريبان شذا، متى دخل هذا البرنامج المملكة؟ احنا بدأ في الرياض من تقريبا يعني قبل جدة من سنتين، بس جاء جدة تقريبا من سنة واحدة تقريبا. يعني يعني الان انت قلتي انه هو 4 مستويات او هو مرحلتين؟ هو مرحلتين، مرحلة الكيجي اول شيء. من عمر كم لعمر كم؟ مرحلة الكيجي من 4 سنين ل6 سنوات، وبعد كده المرحلة اللي بعدها بتكون من 7 سنوات ل13 سنة. سليمان عمره كم سنة؟ سليمان عمره 5 سنين. ما شاء الله تبارك الله، يعني كيجي لسه في الروضة. كيجي هنا عندنا كل الأطفال هنا ما شاء الله مرحلة الكيجي. كلهم لسه ما وصلوا السنة. عندنا هنا طفلين في المستوى الأول وطفل في المستوى الثاني. طيب هذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الكيجي أو مرحلة الروضة. اللي هي من 4 سنوات ل6 سنوات. المرحلة الثانية إيش هي؟ المرحلة الثانية بتكون عبارة عن 8 مستويات. الأطفال اللي عندنا في الكيجي لو درسوا 3 المستويات خلاص بيستغنوا عن ليفل 1 اللي هي 8 المستويات، بيبدأوا من ليفل 2. فهمت. يعني الطفل مو شرط انه هو يكون 4 سنوات عشان يبدأ، يعني في مثلا أمهات أطفالهم 7 سنين 8 سنين خلاص بيدخلوا على البرنامج بيبدأوا من ليفل 1.